الطحان ده غلبت الليمون. يا الله فدوى العسل يا عمري. هلا هلا والله. هاس للفيزياء بالفيز، سوي فيديو للفيز. شو دخل الفيزياء؟ ايش دخل امه للفيزياء؟ شبك يا جانو، مرحبا مرحب. هلا والله. ولك هاي عيونك خبلني يا عمري. مصدوم خير ان شاء الله. من ايش مصدوم؟ مساء الخير، مساء النور. هلا بلش يوم لما شفت هالعيون يا عمري. انا جعل ما تنحرموا هالعيون. قولوا امين من جمالك حياتي. خلاص ما حدا يبعت لي رجاء، انا ما بدي اطلع مع حدا. خلاص يا ايوه، كأنه في صوت خارجي، كأنه في صوت من هون من هون. انا هيك سامع صوت. كيفك؟ الحمد لله. منورة يا عمري. انا ليش هيك عيوني صايرات كأنه فيهم غلط؟ الفيديو الاخير حلو اللي قبل شوي نشرته ولا تبع مبارح؟ اي واحد منا. يسعد مساكي، مساء النور. كيفني والله تجخى. استنى بس اجيب الشاحن ما حدا يطلع. اوكي لا حدا يطلع، كونوا مؤدبين حتى اكون مؤدبه. علموني. لا لا مالي مغيرتهم، هن نفسهم صاروا لهم شهر، كل ثلاث اشهر لازم اغيرهم. يا زلمه وكيف بتقولوا يا ولد انا ما عندي شغله وعمله، حتى مروحه بدنا نشغل. كبسوا على الشاشه يا جماعه، اليوم مش حسكر لايف اذا ما تحقق عندي الهدف. صار لي مليون سنه ما عم تنزل لي بوسات يا عبشون، بينزل لي غير شيء الا بوسات. ها شحن لا ادخل. يا يا عمري اسمعي. صباح الخير يا عمري. يا عمري البوسات انا معناها رح تسهري للصبح. يلا ابلع، انت اللي قلت لي سهري للصبح، يلا خد بوسات. ليش للصبح يا عمري؟ انا اسماعيل. خلاص هيك كتير اسماعيل، خلصنا. شكرا والله شكرا يا جماعة. يا امك خلص اسمعي والله حاج سكتي وين يا عمري؟ انا بوساتك. كيفك يا عمري؟ تمام منيحة. يا عمري الله يرزقك يا رب، الله يسلمك يا سعيد. حبايب اضافه للاشخاص اللي تدعم، بالله عليكم اللي ما يحبني لايزي. والله هذاك الفيديو حتى انا بحبه، بحب حتى غنيته، كثير حلو غنيته، يعني معبره فيها عبره حلوه للي بيفهمها. اقل من 30؟ لا اكيد اقل من 30. شوفوا 30 عادي، اقل من 30. شلونك؟ تمام. ياي تليفوني حميه. ليش العبره باخر كلمه مو شكرا انا ربحت. وين ربحتك انا بس؟ كتير ولو اقل منه، اقل منه وانا صاحبته يعني، اقل منه طبعا. وهي انا عمري بالعشرينات وهيك، ان شاء الله الله يقدرني على الثلاثينات، يعني نكون بشي بشي يعني شي اسمه شي.
على 3 ولا الاربعينات. يا اختي يا اختي شو هقدم لكم فيديوهات بعد 20 سنة. ليه ما بتلبدين؟ بلا والله عمري. حبايب تحبون تطلع تحديات ولا بلا؟ اي انا هي شاب خاص ضروري. ايوه شكرا. لسه ما في مشرفين عندي. هلا ابراهيم ارحب. ما بعرف هي اذا ما تزوجت واجاني زوجي يعني غيور وبغار وما حرمني من التيك توك فانا ضالة على التيك توك. بس اذا رح اتزوج بواحد بغار ها كتير بغار وهذا ويسترني اكيد مش حدا على التيك توك طبعا. اذا يعني هو بده السترة بلا تكرم عينك بيبي خلص بسكر لك التيك توك وخلص. بس اذا كان يعني منفتح اذا كان زوجي منفتح فانا حدا على التيك توك وان شاء الله يعني ما يجيني غيور وهيك وحركات يكون منفتح. يا عمري انا يقبرني التيك توكات منفتح شلون يعني؟ يعني بصغره يعني بصغره الا ما يكون حدا عامل فيه شيء. اذا سمع كلمة بيبي منك رح يصير مع المتابعين. هاي يكبس مع المتابعين لعمى لو ما لي مكملة كان راح فكري لبعيد. ايوة بتكون ملعوبة فيه. عيب عليك يا عيب الشوم. طب اذا عيب علي انت شو عم تعملي بلايف يا محترمة؟ انا ما بيبقى الا البنات المحترمات اللي بلايفي. طب اذا انت بتقولي انه انا بقدم كلام عيب او شيء محترمة انت شو بلايفي عم تعملي؟ خلص استحي على وجهك واطلعي برا. بالله عليكم صح ولا لا؟ يا زلمة انا مقتنعة بالشي اللي عم اقدمه. يلا عن عرض الحب يا اخي احلى شيء بالحياة الحب والله. لا تجوا تحكوا على الحب رجاء. انا انسان كثير بحب اني احب. الشايب الله الله على ورداتك ولك اني جيت. انت ليه عم بتكبر كلام؟ شو هاي ولا ها انت هداك ما غيره طلع بتكبر كلام عند الكل الا عنا. ايوه نحن هون بلايف محترم هي ولاك ومدري ايش. اجي توسع ها هذا الكلام اللي بينحكى. هلا الشايب شو عم تسوي بلايفي؟ بدك تابعك يعني؟ اهم شيء انه لايف محترم ولو طبعا طبعا. نعم لايفنا محترم. طيب قديش بيكون لايفك يا شايب انت بالعادة؟ قلي بس حبيتك. ميرسي. مع انه بقد جدي بس يلا شكرا. يا عمري انا اصلا بحب الشياب وقت بيغازلوني والله لانه بيكون الشايب عنده ذوق شايف لبين مو يعني مو زي انه بيكون شاب وبيغازل. عادي الشباب قلوب المفتوحة للرايح والجاي بس وقت بيكون شايب اختيار جن اجر بالدنيا واجر بالاخر يعني بالقبر عفوا. هذا بيكون عن جد وقت بيغازلك شايب هذا عن جد بتكوني انت يعني صاروخ طالعة كلمة من قلبه. اي من قلبي يا عمري انا الشياب يا عمري. يلا كنا رح نكون شياب. لا يا مزاجية انت بنت شو تكوني انت مهما كبرتي بتضلي بيبي. صح.